عواد وإيده على الوتر بتقول كلام وترن، والكل عود حكايات هيقولها عم موريس. تلقى الخشب للوتر وقت السهر بيحن، العود ده زي البشر حكاي ولو أحاسيس. العود ده صاحب جدع، اسأل موريس عنه، يا بيسهروا يفضفضوا يا بيقعدوا يغنوا، بيقسموا سر وغناه وضحكته وبكاه وكلام كتير جواه ما بيقولوش مع حد، فتحس إن العود صاحب حقيقي بجد. يا مرحب، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي وشرفتي. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. كله كويس، ربنا يخليك. المكان الجميل ده، ده جميل بيكي لما انت جيتي، يعني الحمد لله. ده العماره اثريه جدا. العماره ديت اثريه جدا، ده انا مولود اصلا في العماره دي. انت مولود في الحته دي؟ مولود في العماره دي، وطبعا محطه القطر برضو كان بيعدي. دي كانت سرايا ولا كانت ايه، ولا عماره عاديه؟ هو عباره عن، هي فيلا لو شفناها من الناحيه الثانيه، هي فيلا كبيره فخمه، وكان وجواها تماثيل بقى وتيجان والكلام دوت. الله. وطبعا قعدوا يبنوا ادوار فوقيها لحد ما بقت اربع ادوار. بقت نص فيلا نص عماره. نص فيلا ونص عماره. يلا نخش نتفرج عليهم. اتفضلي شرف. موريس شحاته، ماريو موريس. ايوه. يلا. اتفضلي اتفضلي. يعني واحنا ماشيين في الشارع، واحنا ماشيين في الشارع الرئيسي من الحدايق والحاجات دي، ما تظنش خالص ان انت هتخش في مكان الخن ده اللي فيه عالم. هو المكان هنا بيمتاز بحاجات كتير قوي، يعني هنا القصر الريحاني موجود هنا طبعا. موجود شارع مصر السودان، حدائق القبة، الملك كان ساكن هنا، ودي أول ورشة باسم بابايا من سنة 73. وجود بابايا كان صانع عود معروف قوي. والدي من ضمن طبعا مشاهير جدا جدا، وصنع ناس فنانين كتير جدا جدا، عمل لعبد الوهاب، عمل لأم كلثوم، عمل هي أم كلثوم نفسها كان عندها، كان بتعزف عود. كان بتعزف. ومين كمان؟ والدي طبعا سيد مكاوي، كريم محمود، استاذ محمد قنديل، كان طبعا مقيم هنا معانا كل يوم، لازم يجي من الساعه 10 للساعه 3، كان على طول لازم يبقى معانا، بيحب قعده الورشه ونشرة الخشب والمنظر للتصنيع. بليغ حمدي طبعا هنا طبعا كان بيجي، استاذ كريم محمود طبعا، استاذ محمد قنديل زي ما قلت لحضرتك، وليد توفيق طبعا كان بيجي من الثمانينات ايام شهرته الجامده. صحيح. من زمان كان بيجي طلال مداح، كان بيجي ناس طبعا لو ذكرتهم ممكن الجيل الجديد مش هيعرفهم، يعني ملحنين وناس من السعوديه ومن الدول العربيه كانوا بيجوا هنا وقعدتهم في المكان دوت طبعا قبل ما يتغير الديكورات وكده، وقعده بسيطه وعزف عود وطول الوقت قاعدين، وفي ناس بتدندن والوالد شغال وكل حاجه. والدي في قاعده بيقولوها، اذا نطق الوتر سكت البشر، فدايما لما حد بيدندن وكده، لان والدي واخد الموضوع ده متعلم على ايد الخواجه جميل جورج. الخواجه جميل جورج يقول لي بابا، ده شامي جميل جورج. ايوه سوري. ايوه ده كان بيجي حضرتك درس الموضوع قوي يعني. انا مبسوط طبعا عندك خبره في الاسئله اللي بتسالهاني وانتي فاهمه الحاجات دي. كتر خيرك يا اسمر. يا رب يخليك. ده كان بيبقى موجود بقى في القعده انور منسي، وطبعا عازف كمانجا طبعا، بيبقى موجود السنباطي والاصابجي، ان يجتمعوا مع بعض في نفس المكان، اجتمع سمير مش عارف ايه، غصن مش عارف، كنت عايز المنسي والسنباطي موجودين والناس تتكلم يعني. فلما كان بيتعمل القعده كان بتبقى القعده دي مش شامله غير ان هم قاعدين بيعزفوا والكباب في النص كده، ما يعملوش غير ان يقعدوا ياكلوا. امتى اكتشفت ان انت حبيبها وان انت موهوب فيها؟ هو حب جه من بابا لما كان مثلا يروح للاستاذ بليغ حمدي، يروح طبعا الموج الكبير، يروح للفنانين دي، فكانوا الله انت بتعمل حاجات ما حدش بيعملها، ايه الاصوات دي؟ فلما بابا بيعمل حاجه حلوه قوي فانطبع عندي ان انا لازم اعمل حاجه حلوه زي اللي بيعملها باباي. اشمعنى بابا بيعمل حاجه؟ فطفل طبعا، انا مولود في نفس البيت زي ما قلت لي حضرتك، اروح ادرس واجي، انا طبعا خريج كليه التجاره بس طبعا كل وقتي يعتبر هنا، اروح الدراسه بتاعتي، اروح الجامعه وكده، لكن معظم وقتي كان هنا. ليك اخواتي يا استاذ موريس؟ ليا بنت وبس، اختي وكده. فانت اللي حبيت العود؟ طبعا، ما هم يعني هي كمان تعتبر يعني رجالي او ولادي شويه. كان عندك كام سنه طلعت اول عود؟ هو طبعا انا وانا عندي 12 سنه لحد 18 سنه بعمل اجزاء في العود، فانا لما وصلت 18 سنه كنت عملت كل الاجزاء بتاعت العود، بس لسه التقفيل، بس ان انا اقفل وان انا حاجه اسمها المرايه اخليها عيد لمليون في الميه عشان ما يحصلش بازنج او طزه. فانا وصلت بازنج او طزه اللي هو الزنه دي. وانا عندي 18 سنه قلت بابا، بقول لك يا بابا انا بعمل كل حاجه، حتى الدهان بدهنه، حتى يعني كل حاجه بعمل.
قال لي ما اعملش العود كامل، قال لي عايز تعمله اعمله. عملت العود وبعد ما خلصته قال لي هتديه لمين؟ قلت له هديه لاستاذ امير المجيد، المايسترو امير المجيد. فروحت وديته، كان في استوديو عمار الشريعي، رحت وديته له فلقيته بيقول يا موريس ده حته عود انا ما ينفعش اخده، انا ده عمار الشريعي، استاذ عمار الشريعي الله يرحمه، محتاج عود ضروري، فده عود نفس الصوت اللي بيحبه عمار الشريعي. فعمار الشريعي طبعا اتخضيت، طبعا عمار الشريعي ايه وانت ما ينفعش تاخده، ده اول عود اعمله. طبعا اتصل بيه ورحت له. طبعا طبعا من يوم اللي اتعرفت بيه على استاذ عمار الشريعي وهو لحد ما توفى، وهو صديقي وحبيبي وكل الاعواد بتاعته وصناعتي، وطبعا شرف ليا اتعمل اول عود خده مني، عمل بيه موسيقى رأفت الهجان. يا خبر ابيض. فدي بالنسبه لي كانت صدمه وانا ما كنتش اعرف. فانا استاذ عمار وبياخد العود مني فبيقول لي يا عوده كلها حلوه، قلت له ما اعرفش. قال لي يعني ما تعرفش؟ قلت له ده اصلا اول عود انا شعرفني. قال لي اول عود وكده، طب اعمل لي عود سبع اوتار، سباعي احنا بنسميه سباعي او سبعاوي اللي هو اقوى يعني ولا لا؟ عدد الاوتار ازيد وتر، يعني بدل ما ست اوتار يبقى سبع اوتار، ادي له خيال اوسع. فانا فوجئت وانا بسمع بتاع ده رأفت الهجان والمسلسل جميل قوي كده، فلقيت استاذ عمار بيكلمني على التليفون الارضي، طبعا ما كانش فيه موبايلات. موريس زيك مش عارف ايه وكده، انا عايز صوت حلو منك تاني ومش عارف ايه وكده. قال لي بتشوف رأفت الهجان؟ قلت له حته مسلسل جميل طبعا، خيالي طبعا. ايه فانه بيسالني سؤال عادي يعني، فبيقول لي شفت الموسيقى بتاعت؟ قلت له يا استاذنا انت مبدع، انت يعني انت مبدع في العود. فلقيته فوجئت بيقول لي ايه انت العود اللي اتعمل بيه يا موريس ده عودك. ايه؟ قال لي اللي اتعمل بيه موسيقى رأفت الهجان دي عيدانك الاثنين. ايه احلى اعواد حوالينا تحب تقولي عليهم؟ طبعا انا بتكلم على العود ده، طبعا ده كابي من عود من 160 سنه، ده معمول كله بالعاج بالسنفيل، طبعا شغله صعب جدا، شغل الشمسيه اللي فيها الطاووس ديت بتاخد مجهود غير طبيعي عشان اللي هي المخرمه دي. المخرمه ده شكل طاووس بس لو اتعدل هو بالجنب. مين اكتر المشاهير اللي اتعاملت معاهم قديم يعني قديم وجديد؟ قديم وجديد بقى يبقى ممكن نجيب الالبوم ده واري لحضرتك بقى. جميل. يعني خلاص مجموعه ده الالبوم ده الالبوم اللي فوق. ايوه اللي فوق ده. ايوه ده انت عامله مخصوص وعامل له علبه وعامله. أيوة كل طبعا حاجة. في ذكرياتي كلها طبعا. موريس شحاته يعني ذكرياتي كلها فيه طبعا يعني. الله. طبعا فنانين الاستاذ نبيل شعيل، باسم درويش، كل الاستاذ عبد المجيد عبد الله، طبعا دكتور ممدوح الجبالي طبعا بفنه الجميل، الاستاذ عبادي الجوهر طبعا من احرف من عزف على العود، أستاذ أحمد فتحي، أستاذ محمد أنديل طبعا كان الله. زي ما قلت لحضرتك كان مقيم هنا، أستاذ عبادي طبعا، أستاذ عاصي الحلاني، يعني كله ماريو طبعا زي عامل زي بالظبط لما بيروح. ده ماريو لما كان ماريو صغير بيروح يحتك بالفن والفنانين، فده بيبقى رصيد ليه طبعا لما يكبر. ده والدي طبعا معايا طبعا الله. ذكرياتي الجميلة طبعا فنان محمد عبده طبعا طلال سلامه، الدكتور عبد الرب ادريس، فنان صابر رباعي، السيد مكاوي ده من العظماء طبعا. وقعده ما كانتش على فكره، كل الفنانين دول ما كانوش زباين، كانوا اصدقاء طبعا. واذا انا ما صادقتش الفنان والفنان صادقني انا مش هقدر اعرف هو عايز ايه يعني. الحمد لله. والتكريمات والجوائز دي خدتها من فين؟ انا اول حاجه اتكرمت في مهرجان جرش. مهرجان جرش عمل مسابقه للاعواد، جابوا الناس، جابوا 17 دولة تشترك بالأعواد عشان يقيموا ويشوفوا الأول. أنا طلعت الأول على 17 دولة ما شاء الله. وبعد كده اتكرمت في قطر في مهرجان قطرة، وخدت أنا الجائزة الأولى، وابني خد أصغر صانع عود في العالم. الله، إحنا عايزين نبقى الأول والأول مكرر على طول بإذن الله. اتكرمت في مهرجان موسم الرياض طبعا، والحمد لله يعني. وبرضه في الجزائر اتكرمت هناك برضو، كنت انا وفاروق ترونز اللي هو التركي كأحسن اثنين صناع في العالم. ده انت عامل وحدة عربية من المحيط للخليج. الحمد لله ربنا يخليك. استاذ موريس ينفع تاخدني بقى تعرفني على ماريو وتعرفني يعني؟ احنا شفنا هنا المراحل النهائية. تمام. عايزك بقى تعرفني على ماريو وتعرفني على ازاي بتعمل العود والخشب والزحلفة وكل الحاجات. تمام ماشي. ينفع؟ اوكي يلا بينا. ماشي شكرا. العود من أقدم الآلات الموسيقية الوترية اللي عرفها العالم يمكن قبل الميلاد ب 3000 سنة. كل بلد بتتميز بشكل العود بتاعها،
وربما عدد أوتاره كمان، لكن الشكل المتعارف عليه إنه صندوق من الخشب شبه الكمثرى، وأوتاره مشدودة على رقبة العود. بتعتمد الآلة في إصدار الصوت على النقر بالريشة على الأوتار، بيظبط نغمتها بشكل صريح. مفاتيح ضبط النغمات. العود بيتصنع من أنواع كتيرة من الخشب، أهمها وأشهرها المجنة والجوز والصندل. بعد ما بتكون عبارة عن كتل خشبية تتشكل على النار وتتجمع في قالب على هيئة أضلاع قبل ما تاخد الشكل النهائي وتتصنفر ويركب لها الوش وتدهن قبل المرحلة الأخيرة وهي تركيب الأوتار. أعرف حضرتك بقى على ماريو. أهلاً، زيك يا ماريو. زيك يا ماريو، أنا شفت لك فيديو صغير وأنت صغير جداً، وقالوا إن أنت أصغر صانع عود. أيوة، أصغر صانع عود، وهو عنده 6 سنين كان بينزل يهزر معايا وكده، وبعدين ابتدى يصنع عود. صنع عود لنفسه. وانت لسه بتشتغل في نفس المهنه يا مان؟ لسه بشتغل في نفس المهنه. انت في كليه ايه؟ انا بدرس هندسه في الجامعه الالمانيه، وقدامي الكارير مفتوح قوي، بس يعني اخترت ان انا اكمل هنا لانه الحاجه اللي احنا بنعملها هنا مميزه جدا، مش كثيره، والتاريخ بتاع العيله مخليني مميز اكتر، والشغل الهاند ميد بيخليك تحس انك بتعملي حاجه فعلا مختلفه عن اي حاجه فيها تكنولوجي. فهمني من فضلك يا استاذ موريس، كاني انا ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش حاجه. اوكي، ايه مراحل تصنيع العود ده؟ ايه يعني ايه نوع الخشب بتاعه؟ العود بيتعمل بكذا على كذا مرحله. ده مثلا ايه؟ ده ظهر العود. ده ظهر العود اللي بيتعمل، بتسمى القصعه. اللي ورا حضرتك ده وش العود. ده وشه العود. يعني انت بتبقى رسمه كده، اللي هيركب بقى على القصعه. اللي هيركب على القصعه ديت، ايوه، فبيبقى وبيتسقط بقى طبعا في اللطقم بتاعتها، المنظر الزخرفي دوت، والفتحات اللي هي بيطلع عن طريقها الصوت بتاع العود. الحاجات الزخرفيه دي بتبقوا جايبينها جاهزه؟ لا لا، انا عندي كل الصنايع، احنا كل حاجه بتعمل هنا. ممكن اشوف القصعه دي؟ القصعه دي بتبقى انواع. القصعه دي بتبقى انواع دوت، مثلا القصعه ديت معموله من خشب الورد، دي معموله من خشب الورد. الله، يفرق ايه بقى يعني؟ هل في الصوت يفرق انواع الخشب؟ وخلقه ربنا حضرتك مختلفه، عامله زي الفاكهه بالظبط، فكل فاكهه ليها طعم، فكل خشبه ليها طعم معين في الصوت. فطبعا ده خشب الورد بيختلف عن خشب الابانوس، طبعه عود قوي باور، عايز واحد يكون على المسرح عشان يعزف عليه. في عود السنديان روز وود بيبقى ليه صوت يعني شجن قوي. الجوز حتى ده كل خلقه ربنا استحاله تكون واحده يعني. طب ورقبه العود بتبقى مصنوعه من نفس؟ عباره عن ده البنجا، بنسميه البنجا. البنجا ده بيتخرم ويتحط فيه المفاتيح بتاعه العود. وده معمول بيبقى من نفس الخشب بتاع القصعه ولا مش لازم؟ الصوت بتاع العود لا، لازم كمنظر جمالي من بره. يعني ده مثلا، لا مش قشره، خشب مكسب خشب بس. أيوة. رفيع. فبيتثبت ازاي بقى يا استاذ موريس؟ دوت طبعا دي مرحله من المراحل. بعد كده في مرحله تانية بتيجي بعد كده، ان احنا بنقوم مركبين مثبتين البنجا اللي هو بيركب فيه المفاتيح في الرقبه، وبعدين الجزء دوت بيسقط. دي طريقه من طريقه التثبيت، بنقوم مقطعين القصعه هنا اهوت، نشرين ديت، ونقوم مسقطين دي بحيث ان تبقى دي جزء ثابت مع ده. ينفع يا ماريو بقى نجيب واحد يبقى شكله مكتمل اكتر شويه نعرف نشرح عليه؟ الله، ده اسمه رقبه ثابته، بيجي القصعه الورده والرقبه حته واحده. وريني كده. بيساعد انه ايه الظهر الخرافي ده؟ ده صدف، ده لما قلت لحضرتك طبعا احنا بنستخدم كذا خامه، ده صدف ابيض بيجي من البحر الاحمر، وفي صدف عروسيك بيجي من اليابان يا اما من استراليا، وفي صدف ازرق اللي هو بيجي من نيوزيلندا. طبعا مطعم بالخشب ده زي عود فريد الاطرش، الظهر بتاعه كله مكتوب عليه موريس. موريس شحاته. موريس اودز. موريس اي كلاودز دوت كوم. موريس شحاته. ايوه. طب ما هو ده هيتغطى بالبتاع، مش هيبان. في فتحات اللي موجوده، الدوائر اللي بتطلع الصوت. اللي في الوش. بتطلع. هشوف منها. واي حد مثلا بيحتك باي حاجه بيقعد اول حاجه يعملها يبص مين الصانع من جوه. ربنا يخليك. طب انا عايزه اعرف حاجه، ايه يا ماريو اللي يميز عود حلو عن عود وحش؟ الصوت يطلع بيور هو اللي بيميز اي عود عن التاني، مش يعني الشكل برضه بيميز، لكن الاهم هو الصوت. الشكل ممكن بعد كده نبتكر فيه براحتنا. اكتر وش ده بيتسمى ايه؟ الاصعن بره لما بتزخرفوها كده بيبقى اسمها ايه؟
أصعب برضه. الأصعب المزخرفة دي. أكتر أصعب أنت بتحبها إيه؟ يعني أكتر شكل العود من بره إيه؟ بس هم كلهم يعني زي ولادنا كده، ما تقدريش تقول يعني احسن من برافو عليك، يعني اجابه صحيحه مليون في الميه. ده انت محفظه ومزغطه بامانه حبه في الحاجه فعلا. بصي هم الاعواد بنسميهم ولادنا، انت بتنتجي دي بنات افكارنا، يعني انت ما حدش ما بيحبش يعني بنته. العود اللي سمعت انه ظهره زحلفه ده ما بتحبه برضه؟ طبعا طبعا، ده من اجمل يعني اجمل اشكال بتتعمل على الزحلفه الغلبانه دي. الزحلفه انا طبعا ضد اي حاجه بشتريها طبعا. في حاجه اسمها رفق بالحيوان، ففي فتره معينه البحر بيجيب بطنه في النوى والكلام ده، فبيطلع الحاجات الميته زحالف وغيره، بيطلع ميت من جوه فبياخدوها مش انا طبعا، ويبتدوا يفصلوها وكده. انا باخد رق رفيع من الظهر بتاعه ده، بلزقه على الظهر العادي الخشب واحط تحتيه ورق ده، بيبان منظر جمالي غير طبيعي، منظر مش طبيعي يعني. طبعا استخدمت طبعا خامات كتير، استخدمت الذهب والفضه في تصنيع العود، استخدمت يعني يعتبر اول واحد استخدم الفضه والذهب في تصنيع العود. طيب احنا انا مش هنسى والله المعلومات الجيده والقيمه اللي انت قلتها لي عن العود. طيب. بس احنا كمان مش عايزينك تنسانا، عشان كده زميلتنا ساره. لا 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 طبعا مش هتنسانا. لا طبعا انت سجلت مع ناس كتير بس ما تنسانيش. لا طبعا زميلتنا ساره دايما بتعمل بورتريه لابطال الحلقه. اشوف الله، هاتي يا سارة. واو واو، مرة واحدة واو واو، فعلا هو حلو قوي صراحة، هي حبتك تحفة جميلة ملون. أيوة جميلة قوي. يا أغاني عايشة وشايلة حكاوينا، ولو تشركنا في كل شيء عشناه من قبل ما بننطق بيحس ايه فينا، وكأنه فيه الروح فعلا وعنده حياة، اللي بيعمل عود بالذكريات موعود، ولكل شيء بيعود ويحس ايه معناه، العود صديق يسمعك وداري في بالك، بيقسمك الأحزان ويبكي على حالك، فهمك بدون ما تقول وما بين ايديك على طول، وقت الزعل ما يطول يعرف أوان مالك،